لطالما هضيت الخفافيش بسمعة سيئة، فهي في نظر الكثيرين وحوس محبة للظلام. ومن بين أنواعها الكثيرة نجد هذا الثعلب الطائر، أكبر الخفافيش حجما وأكثر الثدييات تنقلا على كوكب الأرض. تراه معلقا رأسا على عقب ملتحفا جناحيه الجلديين، يصل طول الجناحين إلى نحو 1.5 متر. هذا المخلوق العجيب ليس متعطشا للدماء، بل يتغذى على الفاكهة ورحيق الأزهار. يسهم الخفاش الواحد في نشر حبوب اللقاح بين الآلاف النباتات في ليلة واحدة ومع بزوغ الفجر. يغط في نوم عميق معلقا من أعالي الأشجار، بعكس أنواع أخرى من الخفافيش، فإن الثعلب الطائر لا يستخدم تحديد الموقع بالصدى، وإنما يعتمد على حاسية الشم والأبصار. وتقدر مسافة رحال الثعلب الطائر في العام الواحد بنحو 6000 كيلو متر، لذا يعد أكثر الثدييات تنقلا على وجه الأرض. وبفضل قدرته الهائلة على التنقل، فإنه يسهم في تلقيح النباتات على نطاق واسع، ويبقى كره البشر غير المبرر له مصدر خطر على حياته وبقائه أينما كان.